وزين ورمضان بطودة مخرج عقيدة يا مسافة وزين ليلة ألف ليلة وليلة كل ليلة ليلة شهر كلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر الخطبة أم العريس لما تعش من شافك وحل بلحك وخشافك رمضان كريم يا فوق رم ترم 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 رمضان كريم الله أكرم تم تم ترم 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 رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير وفزورت النهاردة من سنة حلوة علينا وعلى الكل سنة 1988 واللي قرر فيها المخرج فهمي عبد الحميد المحب للمغامرة والتجديد إنه يقدم توليفة ثلاثية للفوازير يحيى الفخراني وهالة فؤاد وصابرين في فوازير المناسبات من يحيى وهالة من صابرين من فكرة يوسف عوف وفوازير المناسبات أشبه بمسلسل كوميدي وحلقاته منفصلة كل حلقة عن مناسبة والفزورة جوه الحلقة حتى وتت في أمرك بت واعرف إيه هي مناسبات بتتمثل في دراما واستعراضات والشاطر يعرف المناسبة كتب كلمات الأغاني والاستعراضات عبد السلام أمين ولحن تتر البداية والنهاية حلمي بكر وتقابلنا في مناسبة والمناسبة كانت مناسبة وتعالوا نشوف الفزورة أنا بحبك يا عودة وأنا بموت فيك يا منعم يا حبيبي بس أنا بحبك أكتر لا أنا اللي بحبك أكتر بدليل أني خدت أجازة مخصوصة عشان المناسبة دي بس أنا ما أقدرش أخد أجازة حبيبتي ليه حياتي؟ عشان الشغل محتاجني يا روحي أنا كمان شغلي محتاجني لا في فرق احنا بناخد الشغل بجد يعني احنا اللي بناخده بهزار الستات بيروحوا الشغل عشان يشتغلوا تريكو ويقشروا كوسه والرجاله بيروحوا الشغل عشان يشربوا شاي وقهوه ويقروا جرايد انت هتقارن شغلك بشغلي انا بجتهد وبخلص في شغلي اكتر منك ايوه بدليل انك عملت حاجه النهارده عشان تاخدي اجازه من الشغل حاجه دي مناسبه مهمه جدا بالنسبه لي كنت فاكره انها كده بالنسبه لك مهمه هات المفتاح بقى محدش عقل يعمل كده يعني انا مجنونه ايوه مجنونه طب مفيش مفتاح تعالى مالك بقى اسمعيني بس يا علا شفت بقى انك ما بتحبنيش بحبك كذاب بدليل انك ما افتكرتش المناسبه بتاعتنا النهارده يا حبيبتي قلت لك سوها عليا بس نسيت انها النهارده في راجل في الدنيا ينسى اليوم اللي اتغيرت فيه حياته كلها اللي بقى فيه شيء من لا شيء نعم اختي اليوم ده انت دخلت فيه التاريخ المفروض انت تجيبي لي هديه يا سلام وكمان بتشقلب الاصول والاتيكيت طبعا كل ده عشان تداري على غلطتك الفظيعه انك ما اشتريتليش هديه هو انا معايا وما جبتش هو انا كنت طلبت منك عزبه كل الحكايه حته عربيه تاني قلت لك ده شيء مستحيل صاحب العربيه طالب 5000 جنيه حوشت منهم قد ايه 130 هانت الله انت ناسي ان انا موظف ومهيتي على قدي لو ما رحتش الشغل النهارده حتى مهيتي على قدي دي مش هلاقيها هات المفتاح لما اجيب العربيه انت كان انت عايز البس ما تروح الشغل كده بالبيجامه على قد فلوسه ما تستفزنيش هستفزك افتحي يا هدى جبت العربيه لسه هدى قلت لي كل سنه وانت طيبه لسه خلاص كل سنه وانت طيبه بعد ايه كان المفروض على الاقل تخرجني تفسحني في يوم زي ده لو كنت اعرف ان جواز بالشكل ده كنت فضلت مخطوبه على طول هو كل يوم على الحال ده انا غلطان صدقتهم لما قالوا لي الجواز متعه واستقرار اتري نكد ليل ونهار على فكره ايه انا اتعز زوج في العالم ايوه سيد
المدير سأل عليها؟ أكيد في حاجة مهمة. طب أنا مش قادر أجي، عندي ظروف. قول له أنا عيان، أعمل لي أجازة وخلاص. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الأستاذ عبد المنعم مريض واخد أجازة النهاردة يا فندم. إيه؟ دي مصيبة. التقرير لازم ينكتب النهاردة عشان يروح النيابة بكرة. روح للأنسة أمل وخليها تجيب لي كل الملفات والدوسيهات بتاعة شركة سايبينكو. صباح الخير. اهلا. صباح الخير. الاستاذ عبد المنعم الششتاوي. ايوه يا فندم. اسمح لي اقدم لك نفسي، مجدي عزت، محرر في مجله رجل وامراه. اهلا وسهلا، اتفضل. شكرا. سيادتك، كنت ارسلت مقاله للمجله اشتركت بيها في مسابقه شروط السعاده الزوجيه، المسابقه اللي كانت عاملاها المجله. ايوه، دي من 5-6 اشهر تقريبا. مظبوط. اتقدم للمسابقة دي حوالي 1500 زوج، لكن سعادتك المقالة اللي قدمتها، اقصد البحث اللي قدمته، فاز عليهم كلهم. انت بتتكلم جد؟ زي ما بقول لسعادتك كده. واستحق البحث بتاعك جايزة مقدارها 5000 جنيه. كم؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ انتوا نشنتوا على المبلغ بالظبط. طبعا هو المبلغ مش قد المقام، لكن طبعا هو مش قد المقام. معلش ظروفنا كده، اصل المجله ملهاش دعوه بقيمه الجائزه، المجله مسؤوله عن تنظيم المسابقه وبس، لكن اصلا المسابقه اللي عاملاها جمعيه البيت السعيد هي اللي بتصرف على المسابقه دي من الميزانيه الخاصه بتاعتها، وبالتالي هي المسؤوله عن تحديد قيمه الجائزه. ايه بس برضه 5000 جنيه يعملوا ايه يعني؟ يا راجل كفاياك القيمه الادبيه، كفاياك السعاده اللي انت فيها. سعاده؟ طبعا طبعا سعاده. ده انا بحسدك، بحسدك على السعاده اللي انت فيها. ده انا لما قريت البحث بتاعك حسيت ان السعاده الزوجيه ممكن تتحقق لاي زوج وزوجه يسيروا على الاسلوب اللي انت بتسير عليه انت والمدام بتاعتك. ده كل سطر في البحث بتاعك يا راجل بيشع سعاده. انا بقى بصفتي كصحفي مهمتي ان انا انقل للقراء صوره حيه لجو السعاده اللي بيملى البيت في تحقيق ينشر مع البحث بتاعك، تحقيق بالكلمه والصوره. ازاي يعني؟ هناخد من سيادتك كلمتين ومن المدام كلمتين على كام صوره منك على كام صوره من المدام يجسدوا معنى التفاهم والاخلاص والموده والحب اللي انت اشرت اليهم في البحث بتاعك. طب افرض يعني على فرض يعني ان انت لما جيت لقيت الواقع مخالف تماما للي انا كتبته. نعم نعم يا اخويا، تبقى الجائزه ضاعت. ازاي؟ شرط الجائزه ان يكون البحث مطابق للواقع الفعلي. المدام مش كده؟ حياتي وحشتيني يا روحي. طلعت روحك. تعالي يا حبيبتي. يا سلام يا سلام. سو سو سو، مثال رائع للزواج السعيد، نموذج مجسد لقصة حب استمرت بعد الزواج بسنة، وده شيء نادر حدوث الأيام دي. معقولة؟ أنا مش مصدق بقى، أنتوا لسه لغاية دلوقتي بتنادوا بعض حياتي روحي. إحنا كده على طول يا أستاذ، مفيش منع معلا دي خالص. هي تقول لي يا عيني أو لا أنا يا قلبي وجع في قلبك أبوس فين. يا عيني، الله أكبر الله أكبر. سو سو سو، زوج من الحمام الوديع بينشر الحب في العش بتاعه، عايش على الحب، بيفطر حب، بيتغدى حب، بيتعشى حب. هو مين ده اللي بيتعشى حب؟ ده اذا ما كانش ياكل لحمه ومكرونه في الفرن يوميا يفتح جعورته قد كده. دايما تنكت على حكايتي. صريفة بشكل. سو سو سو، انت مالك انت؟ ابو سيدي مين الافندي اللي عامل ده؟ استاذ مجدي عزت بتاع ايه؟ مندوب المجله الوحيده اللي احنا بنشتريها بتدخل بيتنا. الله، هو ده بتاع ميكي؟
قوي. احنا كده على طول يا استاذ، اتنكد كده وانا اموت على نفسي بالتنكيد. برافو. في سعادة على طول. سيو سيو سيو. برافو برافو. هو ده. على اذنكم انا هروح اجيب المصور بتاعي عشان انا سبته في الكافتيريا، اديته معاد في الكافتيريا، وقلت اسبق انا اجي قبليه بنص ساعة عشان احضر الموضوع معاكم. على اذنكم. على اذنكم. لا مؤاخذة، يا ريت تغيروا اللبس بقى والمكياج والحاجات دي عشان ناخد صورة حية للسعادة الزوجية اللي بتعم البيت. سو 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 سو. يا دوب مفيش وقت بقى، لازم نغير هدومنا. فين المفتاح؟ والنبي ايه؟ سيو سيو سيو. دخلت عليا انا اللعبة دي. لعبة ايه؟ الراجل ابو فصادة صاحبك ده اللي كلمته في التليفون من شوية عشان يجي يلعب عليا اللعبة دي، قال صحفي وجايزة ولازم نتصور، فلازم تغير هدومك، فلازم اديك المفتاح، مش كده؟ يا نهار ملوش لون. عبيط انا ولا عبيطة؟ يا بنتي ده صحفي بجد، جاي يعمل ريبورتاج عن حياة الزوجية السعيدة المغفل. هيدونا 5000 جنيه. يا سلام، الحدايه بتحدف كتاكيت. شفيقه متولي. شفيقه متولي ايه؟ انتوا بتبيعوا تذاكر سيما؟ شفيقه متولي رئيسه جمعيه البيت السعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاستاذ عبد المنعم الشاوي. ايوه فندم اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه النور ده؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. انا بهنيك من كل قلبي يا استاذ عبد المنعم. موضوع شروط السعادة بتاعك ادى نموذج للبيت المصري السعيد، وده هدف الجمعية. انت اديت درس لملايين الأزواج والزوجات في أهمية التعاون والصراحة ومواجهة المشاكل الزوجية بالعقل والفهم المشترك. يا فندم أنا ما عملتش حاجة، أنا مجرد إن أنا نقلت الواقع اللي أنا بعيشه على الورق. وده اللي أنا جاية أعينه بنفسي هنا بوصفي رئيسة للجنة التحكيم. من شروط الجائزة إن واقع حياتكم ما يكونش متناقض مع الكلام اللي أنت كتبته في البحث. متناقض. ده حتى في فقرة بعينها أنا قريتها كأني كنت بشوفها قدامي بالظبط. أنا فقرة دي الفقرة الخاصة بالوفاء والإخلاص بين الزوجين. أيوة فندم. أيوة الإخلاص مهم جدا. أصلي يا أستاذ عبد المنعم ما عادش فيه إخلاص زي زمان. ما تأخذنيش، في بعض الأزواج لا يتورعوا ان هم يبصوا لستات غير زوجتهم. اعوذ بالله. حتى لو كانت الست دي صديقه او جاره في نفس الوقت للزوج. ده مفيش اخلاق بقى. بس انا ما سكتلوش بعد اللي عمله ده، انا طلبت الطلاق على طول. مين ده؟ انما عين العقل اللي انت كتبته في البحث بتاعك قافل عليك بابك ومالكش علاقه بالجيران خالص. أمل؟ منعم. لمي. حاضر. الشغل ده نقعد عليه مش أقل من يومين ثلاثة. إن شاء الله طول العمر. وبعدين يا أمل الموضوع ده خلصنا منه خلاص. منعم أنت رايحة فين؟ ما عادش تشتغلي. أنتوا رايحين فين كمان؟ اقعدوا معايا. وإذا اكتشفت إنه كان بيكذب علينا في حكاية العربية دي ولعيها حريقة وأنا حاجة شعليلة. شكرا يا أبا سمية. أي خدمة. صحيح الحكاية اللي بتقول عليها؟ والله صحيح، دي فرجت من واسع. يلا وانت بتغير هدومك هحكي لك على كل حاجه. عارف لو طلع كده يلا ده؟ اللاعب بتاع اللي انت لابساه ده. استني راح فين؟ ليه خبيت عليا انك بتحبني؟ بحبك ده انت بتلككي. خش جوه. طيب خشي جوه. اهلا مجدي بيه. سو 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 سو. ها فين المدام عشان عايز اخد منها كلمتين؟ انا هي مدام. المدام. انا اصل كنت افكر انت بقى انا هي مدام فيهم. اتفضل اتفضل. سهلا سهلا.
تعالي يا موجتي يا حته من كبدتي. لا مش انت، خليكي. اهلا اهلا. لحظه اتفضلي. الصحفي جه؟ يبقى العربيه جت. عايزين نتعلم السواقه بسرعه. لا يا حبيبي انا عاوزه سواق. طب تعالي. معلش انا مره اللي فاتت تعبانه شويه. هي منى في ايه؟ خلي جوه لغايه من ده. اهلا وسهلا. اهلا بالبيت السعيد. أهلاً والحظ السعيد. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا شفيقه هالم؟ اهلا. انت هنا بتعمل ايه يا استاذ مجدي؟ انا جاي عشان اعمل الريبورتاج. انا جبت لك الشيك معايا يا استاذ عبد المنعم. متشكر قوي من شفيقه. لا المبلغ من حق الست، الشيك مكتوب باسمها. يعني انا اتعب في الكتابه وهي اللي تقبض؟ طبعا مش الست هي اساس السعاده في المنزل. امال هي المدام فين؟ ايه في ايه؟ هتمضي مطرح ولا وتاخدي شيك ب 5000 جنيه؟ ايه هفهمك بعدين. هادي يا علا يا ستي، قلبها انفتح لك من اول نظره. وانا والله لو سمحتي تمضي لي هنا. قلم قلم. انا معايا قلم. سهير سهير، ايه ده يا سهير؟ سهير انا مش منبه عليك 100 مره، ما تعتبيش هنا خالص، لكن برضه مفيش فايده، بيبان المطابخ مفتوحه على بعضها. الشيك من فضلك قدامي. مين الراجل ده؟ هكون مين يعني؟ جوزها طبعا. قدامي جوزها. جوزها المسائل. البحر في يوم يتجمد وفي لحظة بيرجع سائل، والدنيا تبقى فريش وفت وحد وتت في قمر البيت. حد وتت في قمر البيت، تعرفي ليه يا مناسبتي. وعندك واحد عدس يرحمه الله. وهي في مناسبات متواليه للمعلومات والتسليه، ماشي امتحانات للطريه ولا محتاجات للتوصيه. 30 مناسبه ما هي والفوز نصيب وفعلنا الغيب يجعلك حظ انت وهي. تبقى الجايزة احلى مناسبة لجواز الود وجهاز البيت. حتى البيت عمرك بيت.